يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغه الوسيلة. خصه بالفضيلة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن الصحابة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن السلالة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن المشايخ، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي فرحم والدينا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحمنا جميعا، ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي يا سامع دعانا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي نختم بالمشفى، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، فالآن
جوني دروس الأرام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعذروني فعذري حرام ولا Amen.
بيت الله وزور النبي معكم محبب رسول الله ودوني وإياكم يا بيت الله وزور النبي معكم اشتاق أنا مشتاق يا مسمم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب البعث الوارث المنح السالم عالم الكائن والبين والزال والذاهب يسبحه الأفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الندب والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا
وجلدا وشعرا بنذم مؤتلف متراكب مما إن دافق يخرج من بين صلبي والترايب. لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فوني له المطالب. فلرأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جاهدوا بالدمع السواكب والقوم بين نادم والتائب وخائف لنفسه يعاتب وأبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياث. الله عليك فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله صلى الله عليه وسلم من نوره قبل يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبايب. اللهم صل وسلم وبارك عليه يبعث من دهام بين يدي القيام في ظهره علامة تذله الغمامة تطيعه السحايب. أجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني سمعوا يسمعوا صرير القلم بصروا إلى سبع الدباق ثاق. الله عليه قدمه قبلهم البعير فزال ما اشتكاه من المئن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وعن إليه الجذع حنين أزين النار. الله عليه يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام الله عليه إن وذي يعفو ولا يعاقب وإن خوسم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في رتبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراقب. الله عليه في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب. اللهم صل وسلم وبارك.
من الخير من ركب النجاي I'm
وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا آمدا كأنه البدر بتمامه. صلى الله على صلوات الله عليك.
Oh yeah.
صلي وسلم وبارك عليه، وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأهداهم إلى الحق طرقا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان، ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسبب، وإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه. من رآه بديهة هاب، وإذا دعاه المسكين أجاب، يقول الحق ولو كان مرا، ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا. من نظر في وجهه بوجه كذاب، وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب. إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر، وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أعلى ثمر، وإذا تبسم تبسما مثل عم الغمام، وإذا تكلم فكأنما الدر يسكت من ذلك الكلام، وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه، وإذا مر بطريق عرف من ذبه أنه قد مر فيه، وإذا جلس في مجلس بقي طيبه فيه أياما وإن تغير، ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب، وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر، وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره بأوان الظهر. وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان يرفق باليتيم والأرملة. قال بعض وازفيه: ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى